متابعي قناة فاسباريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نناقشوا المشكل اللي طفى السطح مؤخرا على مستوى الصناع التقليديين والمتعلق بالتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي. حقيقة أن كاين واحد الإقبال على التسجيل في السجل الاجتماعي اللي تيخول الصناع التقليديين بالاستفادة من الخدمات تاع صندوق الضمان الاجتماعي، ولكن بدات ظهرت واحد المجموعة من المشاكل اللي خلقت شوية نقاش داخل الصناع التقليديين. من أجل معرفة أهم هذه المشاكل هذه نستضيف في هذه الحلقة دي سي عبد الكبير العمراوي، كاتب مجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء اسطات. سي عبد الكبير مرحبا بك. مرحبا، شكرا سي بوستا، شكرا على الاستضافة مرة أخرى لهذا البرنامج هذا اللي صراحة احنا تنحاولوا نسلطوا فيه الضوء على مجموعة ديال الحوايج اللي تتخص الصناع التقليديين على مستوى غرفة الصناعة التقليدية. داز واحد العام تقريبا على الانتخابات تاع الغرف المهنية بما فيها غرفة الصناعة التقليدية على مستوى مدينة الدار البيضاء. واش كاين شي حركيه؟ اشنو العمل اللي درتو خلال اشنو الحصيله؟ رغم ان البعض تيقول بان يعني الحصيله لم تكن في هذاك المستوى المطلوب، ولكن انت بالنسبه لك واش كان شي حصيله في المستوى في هذا الاطار هذا تاع عام تاع الخدمه؟ بالنسبه للغرفه الصناعه التقليديه على مستوى الجهه ديال الدار البيضاء سطات، صراحه كاين برنامج عمل اللي مصادقه عليه الجمعيه العامه اللي ان شاء الله هو غادي يطبق بوجود ديال السيد المدير الجهوي الجديد، اللي في حقيقة هنا عشنا واحد المجموعة ديال الإكراهات داخل غرفة الصناعة التقليدية، وكاين رغبة أكيدة ديال العمل ديال الإخوان كاملين داخل المكتب ولا ديال الإخوان ديال الغرفة. وهذا بالنسبة دار واحد مجموعة ديال الحوايج اللي غادي نقولك أهمهم هو السجل الوطني، اللي في حقيقة بعد انتخابات ديال الغرف المهنية جاء الملف ديال التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو بالنسبة للخصوص ديال التغطية الشاملة ديال الصناع التقليديين، وهذا الملف هذا تزامن مع البداية ديال العمل ديال الغرفة، وهو اللي خاد الحيز الأكبر من يعني تميتوا خلال هذا العام تميتوا بقضية تاع السجل الوطني وانخراط الناس في الصندوق الضمان الاجتماعي. نعم، هو كان عنده أهمية قصوى من الاشتغال عليه، وصراحة كانت واحد مجموعة ديال التكافؤات من طرف جميع الإخوان الأعضاء ولا المكتب ولا الرئاسة ولا كذلك المديرية الجهوية ديال الصناعة التقليدية، اللي كان واحد مجهود جبار لأنه كان خلى أن الدار البيضاء تحت ال شحال تقريبا تاع الصانع التقليدي اللي انخرط في هذا الصندوق الضمان الاجتماعي على مستوى الدار البيضاء؟ بالنسبة لمدينة الدار البيضاء الإحصائيات عندهم عند مديرية جهوية، ما نقدرش نقولهم لك حيت أنا ماشي أنا المكلف بملف ديال السجل الوطني. إحصائيات هي عند المديرية الجهوية، يعني واش كان إقبال كبير ولا ما كاينش؟ كان واحد العدد اللي هو لا بأس به، يعني اللي هو ممتاز، تقريبا واحد 144,000 شكون اللي ما عرفتش العدد، أنا الرقم ما عنديش بالضبط، ولكن ممكن انه نزودكم به من بعد. ولكن اللي كان هو ان مدينه الدار البيضاء الجهه ديال الدار البيضاء كانت هي الاولى وطنيا من ناحيه التسجيل. شكون الجهه اللي تتكلف بالتسجيل تاع الناس تاع الصناعة التقليدية؟ انا كصانع تقليدي شكون الجهه اللي تجي عندي تقول لي خصك تسجل في هذا السجل الوطني باش تمشي للدار البيضاء؟ هما السجل الوطني هي الوزاره الوصيه، وزاره الصناعه التقليديه هي الوزاره الوصيه على هذا الملف هذا بالشركاء ديالها الغرف المهنيه، وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هي كيفيه ديال التسجيل المره الاولى دابا تياخذوهم على مستوى المديريات، وكذلك كانوا مكاتب ديال الدراسات اللي هما تكلفوا بهذا المشروع هذا من اجل التسجيل ديال يعني المديريات عندهم احصاء تاع الصناع التقليديين اللي تابعين لهم. احصاء ديال الصناع التقليدي، الاحصاء ديال الناس المسجلين. وكان المكتب ديال الدراسات هو اللي تكلف بهذه العمليه، وحنا في الحقيقه الاعضاء ديال الغرفه كان عندهم واحد الدور كبير ومهم في التسجيل ديال واحد المجموعه ديال الصناع التقليديين، وقد نقدر نجزم وهذا معترف به من طرف الجميع ان الاعضاء كان عندهم دور كبير، وان يعني كل ما كانوش هما حاضرين في الساحه ديال التسجيل ما كانش غادي يكون هذاك التسجيل بالطريقه. بين الاشكاليات اللي طرحت في واحد اللقاء اللي ندمته الغرفه الصناعه التقليديه هي الاشكال المتعلق يعني بالازدواجيه، كل انسان عندك المقاول الذاتي شويه تقيد في السجل الوطني ولا تيخلص على تيقولوا جوج المرات يخلص الخيرات ديالو جوج المرات، واش هذه الاشكاليه هي كاينه بصح وكيفاش يعني فسر لنا اكثر حولها؟ بالنسبه لهذه العمليه هذه هو كان واحد اللقاء اخير ديال غرفه الصناعه التقليديه مع الساده مديرين جهويين
ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك السيد مدير المديرية الجهوية ديال وزارة الصناعة التقليدية بحضور السيدة الرئيسة وكذلك بحضور الأعضاء. تتعرف أن أي برنامج ولا أي مشروع من يبدأ التنفيذ دياله ضروري ما تكونوا فيه اختلالات. ومن إنجاح هذا المشروع الملكي ديال سيدنا الله ينصره العطف المولوي ديالو على الصناعة التقليديين هو أنه بأوامر منه أنه خصهم يكون عندهم حماية اجتماعية 22 وهذا معرف به ده تحصيل حاصل يعني 22 مليون مغربي خصهم يكون عندهم التغطية الصحية ومقسمين على واحد ربعة ديال كاين الفلاحة كاين السائقين كاين الصناع التقليديين وكذلك كاين الملف ديال الاجتماعي هادو أمور اللي أنا ماشي من الاختصاص ديالو كاين أنا ندوي على الصناع التقليديين بقيت اللي جا الملف ديال الصناع التقليديين خلق كان التسجيل بكثافة كانوا الإخوان الأعضاء وأنا تنعاود نزيد نركز عليها الإخوان الأعضاء والغرفة الصناعة التقليدية ساهمت بواحد الشكل كبير من اجل تسجيل واحد مجموعه ديال الصناع التقليديين والصانعات التقليديين. المديريه كذلك بدورها كانت عاطيه ماده واحد اليد ديال المساعده في شخص المدير الجهوي صراحه اللي كان حاضر معنا في جميع المراحل ديال التسجيل وكذلك الاطور ديال الاداره وكذلك مكتب ديال الدراسات اللي كانت مكلفه الوزاره. وشنو الاشكاليات الازدواجيه اللي تخلقات في هذا المشكل؟ المشروع ما خلقش غير هذه العمليه ما خلقش هذا كان هو بصفه مفاجئه لواحد مجموعه ديال الصناع التقليديين والمشكل اللي وقع فيه هو انه بمجرد ما تيتسجل الصانع التقليدي في السجل الوطني للصناع التقليديين وهذا هو الاشكال الحقيقي. الاشكال الحقيقي هو انه صدرات كاين واحد القانون ديال 50-17 اللي تيحتم على كل صانع تقليدي انه خصو يكون مسجل في السجل الوطني للصناعه التقليديه اللي مكلفه به الوزاره بواحد الرقم ترتيب. بالنسبه للتوقيع اللي وقع بين الوزاره والمديريه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو انه كان من شرط من الشروط ان الصانع التقليدي خصو يكون مسجل في السجل الوطني. دابا لقيت اللي وقع التسجيل في السجل الوطني لهذاك الصانع التقليدي بلا ما يوقع التحيين ديال شكون هو هذاك الصانع التقليدي، واش انسان اللي هو معوق، واش هو اللي عاجز، واش هو اللي تيخدم موسمي، واش هو اللي تيخدم غير مناسباتي، عندهم كاينه واحد المجموعه ديال الضرب، واش هو اللي كاين غير خدام في الشانطي في كما تنقولوا الموقف، واش هو اللي تيشد غير واحد البريكول تيخدموا نهار وسيمانه ما تيخدمش، واش يعني اذا بمجرد ما تسجلوا الناس في السجل الوطني تيمشي مباشره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تيدخلوه في الرقم ديال البطاقه ديالو في قسم المعلومات ديالهم مباشره غير تطلع سميتو انه كاين في واحد الكوطي اما السيده متزوجه مع رجلها تتحيد ما تتبقاش تستافد مع رجلها اما السيده ارمله تستافد من واحد المبلغ مالي ديال الارامل تبقى تستافد منه اما بالخطا تسجلوا دراري اللي في التكوين المهني تحيدت لهم لابورس، اما مثلا واحد السيد مثلا مسجل في المقاول الذاتي وتسجل في السجل الوطني اللي هو حق مشروع ولا خصو يخلص جوج ديال الحوايج والاسباقيه ديال السجل الوطني، زيد واحد المجموعه ديال السيده اللي هي مثلا متزوجه وباركه في البيت ديالها يعني بمجرد ان دارت السجل الوطني صافي يعني ولات محرومه من الاشياء محرومه من واحد مجموعه ديال الحوايج وهذا ما تنقولوش انه بالامر الصعيب ياك ولكن هو خلق واحد المجموعه ديال الحوايج اللي خلات ان الصناع التقليديين يبداو يفكروا انهم يشطبوا على رؤوسهم من حيث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تيمشي تقول لهم خصكم تشطوا على رؤوسكم من السجل الوطني وهذا هو الاشكال اللي تنعيشوه حنا دابا داخل غرفه الصناعه. حتى القضيه تاع التشطيب على نفسك داخل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
على حساب بعض الصناع التقليديين قالك تيشرطوا شي وثائق اللي هي ماشي تعجيزيه ولكن ماشي تعجيزيه لا هو كلشي الامور غادا تمشي مزيان ان شاء الله من هنا للقدام حتى الاخوان ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي راه دايرين مجهود وفاتحين البيبان ديالهم بالتليفونات الاخوان ديال المديريات هما دايرين واحد المجهود كبير باش يقادوا هذه العمليه اخوان ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه القسم الاقتصادي في شخص السيده اللي مكلفه به ولا كذلك السيد المدير ولا الاعضاء ديال الغرفه اللي تيمدوا الغرفه تما مجموعه ديال الاشكاليات تيتحط داك الشيء في اطار واحد اللجنه اللي تيتحلوا هاد المشاكل انا اللي بغيت نقول لك هو ان السجل الوطني ما كانش خصو يكون هو صيله الوصل بين 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 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزاره الوظيفيه مثلا مثلا ان السجل الوطني هو اصلا مشروع قانون ديال 50-17 يعني باش تكون سجل باش تكون صانع خصك تكون مسجل باش تصايبوا الهيئات المهنيه والوطنيه والجهويه الهيئات المهنيه خاص اللي غتشرف عليهم الوزاره خاصك تكون مسجل فيه باش تصايب بطاقه البطاقه الوطنيه ديالك خاصها تكون عندك هذيك السجل الوطني باش تاخذ كريدي في بنكه من ضمن الاوراق اللي خصهم يكونوا عندك حيت هو جا في بلاصه البطاقه بطاقه الصانع غير بطاقة الصانع كانت تتعمل على مستوى الجهوي هذا على مستوى الوطني هذا على مستوى الوطني علاش حتى الوزارة بغات تقنن هاد 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 الصناعة التقليدية إذا باش غادي تقنوا إلا أنها دير هاد وهذا تبارك الله مزيان هذا صحي يعني خصو يكون ولكن المشكل هو أنه مني السيد تيتقيد في السجل الوطني مباشرة تيتحط الدوسي ديالو ومشي هو اللي تيمشي مشي هو اللي حيت واحد النسبة قليلة اللي تتمشي يعني تتسجل في السجل الوطني يعني اوتوماتيكيا تتمشي في صندوق الضمان الاجتماعي تجي هذيك الرسالة تقول لي راك انت راك مسجل او مدين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواحد مجموعة ديال المبالغ وهو ما وصلش عنده انا تيوقع لي واحد الاشكال والصناعة التقليدية راه على قد الحال ديالهم راه ماشي حنا راه تندويو على الصناعة التقليديه راه ما تنبيوش على التجار ولكن انتم كغرفه صناعه تقليديه واش فتحتوا الباب تاع باش توضحوا لهاد الناس صناعه تقليديه اللي عاديين حنا دابا يوميا الا مشيتي تشوف واحد السينكيام دابا راه الله واحد السينكيام اش غادي نقول لك سيزيام والسينكيام يعني راه عامر بالناس يعني لا تمشوا عندهم تيران تمشوا عندهم يعني ميدان ماشي هما تسناو يجوا عندكم انتم تمشوا عندكم توضحوا لهم حنا دابا غادي نبداو في مرحله دابا الثانيه ديال التسجيل في السجل الوطني اللي بغات تبدا الانطلاقه ديالها ان شاء الله على مستوى الغرفه تنسناو الاذن ديال السيده الرئيسه اللي غادي ان شاء الله غادي ندخلوا في هذه المسائل هذو اللي غيكونوا حاضرين معنا الناس ديال ولكن الاشكال فين كاين الاشكال راه ما يمكنش حنا نحيدوا لواحد السيد الهويه ديالو يعني. واحد السيد مثلا صانع تقليدي هذا الصانع التقليدي هو باغي تقول عليه انت راك راه قباص راه تيدير القبص واخا كبر اش كان تيدير كان تيدير كان طبيب كان بوليسي كان يعني الصفه ديالو السجل الوطني هو تيحدد الهويه ديال هذا الشخص ولكن تتبقى الظروف الاجتماعيه ديالو هي اللي تتحدد المسار ديالو مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حنا تنعرفوا مثلا الصناع التقليديين دابا عندهم عجز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعني اللي بغيتي تقول انت بان السجل الوطني ما خصوش يكون عنده علاقه بصندوق الضمان الاجتماعي ماشي ما يكونش عنده ولا خصك تراعي الظروف الاجتماعيه ديال هذاك الشخص اللي غادي تقيده دابا حنا مثلا حال البارحه انا كانت عندنا ديال واحد عنده عجز ياك من هذاك العجز في اليد ديالو ما بقاش يشتغل تيستافد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواحد المبلغ غير ان فوا تسجل في السجل الوطني تحيد لي هذيك الاستفاده من الصندوق الوطني مع العلم ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شاهد لي ان السيد عنده عجز واش فهمتيني شنو بغيت نقصد لك يعني السجل الوطني كان مزيان انه يكون شرط من الشروط باش نعرفك انا التصانع التقليدي واش انت فلاح ولا مهني ولا دا خصني نعرف انك تصانع تقليدي هذا شرط من الشروط باش تكون ولكن شرط من الشروط مع الحفاظ على العوامل الاجتماعيه ديال الشخص ولا ديال الانسان مثلا واحد السيده مثلا في واحد 20 عام هذه كانت مصايبه واحد البطاقه ولا كانت في الصناعه التقليديه مثلا وتزوجات ياك تزوجات ما بقاش تمارس داتها في وليداتها داتها في هذا ما بقاش تمارس هذيك العمل ديال الخياطه ولا ديك الصناعه التقليديه تزوجات راجلها مثلا موظف دخلها معاه في لا سي ان اس اس ولا في اي تامين من التامينات الخاصه بالدوله هي تستافد يو عام على عام تستافد في الولاده في بقيت اللي انها حيت هي مسجله ديجا في غرفه الصناعه التقليديه تهز الدوسي ديالها تعطى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتبرت انها صانعه تقليديه اكتيف نشيطه تحيدت مع الدرجه
إذن هذه مثلا ولكن دابا ماشي باش امكانيه تاع التشطيب واش وارده لا لا ماشي غير وارده راه خدامين فيها ودابا راه الحل راه كاين ولكن دابا احنا مثلا واحد مثلا شطبنا في شهر واحد سجلنا في شهر 9 نحيدوه احنا في شهر 11 ما يمكنش راه احنا اعترفنا به صانع تقليدي ولكن راعي الظروف ديالو الا كانت ارمله وكانت تستافد من الدوله يعني يكون يبقى اللي بغيتي تقول تيبقى يقدر يمشي من في ديالو الاجتماعي يبقى مقيد كسجل في السجل الوطني كصانع تقليدي ولكن الخدمات اللي قدمها لي الصندوق الضمان شكون عنده في المعزل لا يقدر يمشي هو هذاك السيد اللي احنا مثلا ودابا واحد حنا تنعرفوا الناس دابا صناعيه باركين دابا مثلا تيخدموا موسميا تيخدموها من العيد الكبير العيد الكبير تيخدمها في الهيدوره دابا هذا الصانع التقليدي العام كامل ومريح تيخدم في هذيك البيريود ديال العيد الكبير وحنا دابا هاد السيد راه حنا بالنسبه لي وغايولي مطالب باش يجي هذيك الدفعات وفي عمره واحد 70 عام ولا 68 عام ولا واش فهمتيني ولكن كيفاش ولكن الحل باش نوصلوا للحل دابا حنا الحلول الحمد لله دابا اجتماعات اللي كاينه مع السيد المدير الجهوي ديال وزاره الصناعه التقليديه وكذلك مع غرفة الصناعة التقليدية بأمر من الرئيس دارت واحد اللجنة اللي هي مكلفة بهذه المسألة هذه وكاينين الناس ديال لاسينسيس هما اللي حالين البيبان ديالهم باش ما نكونوش نكونوا واضحين أنهم تنحاولوا نحلوا هذه الإشكاليات هذه دابا وصلنا لهذيك المسألة ديال عدم الشغل أن السيد تيدلي بواحد الشهادة ديال أنه مثلا راه ما خدامش بحال دابا السيدة اللي كانت مع راجلها مستافدة مع راجلها وما بقاتش مستافدة معاه على مستوى تتجيب الشهادة ديال عدم الشغل باش تبقى باش تعاود ترجع تستافد مع حيت هي ما خدامهش ولكن راه هي راه صانعه راه تنقولوا حنا راه صانعه تدير بريكولاج كثير تنقولوا صانعه تقليديه غير نشيط النهار اللي تبدا خدامه راه هادشي راه غادي تصوب راه من هنا لواحد 10 سنين ولا هادشي راه الامور راه غادي تقاد اكثر من هادشي وغادي يعودوا شكون هما الصناع التقليديين وشكون هما الناس اللي تيخدموا موسميا وشكون الناس حيت الصناعه التقليديه هي متشعبه الاطراف ما تقدرش تحكم على بحال دابا تنقولوا واحد السيده مثلا تخدم واحد العبانه مثلا في العروبيه مثلا ياك سيده خدامه عبانه تخدم فيها واحد 4 شهور ولا 5 شهور ملي تتكمل تتهز ديال السوق تبيع دابا السيده شحال خدمه ولكن نقدروا نفرقوا لا ولكن نقدروا نفرقوا ما بين الانسان اللي عنده هوايه كالصناعه التقليديه والانسان اللي تيحترف الصناعه التقليديه تيعيش بها وراه دابا هذا هو علاش جا السجل الوطني دابا راه هنا فين جا السجل الوطني باش يحدد لنا شكون هما الصناع التقليديين حيت ماشي غير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو اللي مهم راه كاين حوايج اخرين اكثر من هادشي راه كاين مثلا فيزا كاين باسبور كاين فهمتيني حوايج تيحدوا شكون المعارض دابا حنا المعارض الشرط الوحيد دابا خصك تكون مسجل في السجل الوطني خصك تكون مسجل في السجل الوطني اذا هذه العمليه هذه غدا غادا تخلي شكون هما الناس اللي انهم خصهم يكونوا في السجل الوطني وشكون من الناس اللي ما خصهمش ولكن بالنسبه لنا حنا في غرفه الصناعه التقليديه هذيك السيده تدير العبانه ما نقدروش نقولوا انت ماشي صانعه تقليديه ما نقدروش نقولوا انت هاويه حيت الهاوي راه تيكون عنده شي حرفه اخرى خدام بها ولا ولكن واحد تيصيب واحد الزربيه تتصيب واحد الزربيه ولا واحد العبانه واحد الفتره تتهز ديها في السوق وتبيعها وتتبقى تاكل بشويه 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 هدف ملف خصو هاد السيده بحال هاد الشكلات خصها تمشي للملف الاجتماعي ولكن ارتيزم نحافظوا عليها على الهويه ديالها انها تتساهم في واحد المنتوج ديال الصناعه التقليديه ولكن هي راه القدرات ديالها والاحتمال ديالها المعيشي ما تيخليهاش انها تؤدي هذه الواجبات اذا هذه خصها تمشي في ملف جي وهذا الشيء ان شاء الله حنا خدامين عليه على اساس انه ان شاء الله غادي تقنن غير اللي بغينا نقوله من هذا الشيء كامل هو ان الصناع التقليديين خصهم يفهموا ان هذا الشيء يعني راه ماشي ما كايناش الحلول راه كاينه الحلول ولكن كاينه واحد بعض الاضطرابات يعني شنو من الاضطرابات هو انه هذا الشيء بحال جا على غفله الناس كانوا تتسجل شويه بداو تيطيحوا ليها المساهمات الشهريه شويه طارت من عند راجلها شويه ما بقاش تستافد في الراميد شويه ما بقاش تستافد في هذه شويه وهذا الشيء كله خلق بالبالة خلق ماشي خلق الحمد لله ما كايناش بالبالة الانسان تيجي تيهضر معك تتفاهمو تيفاهمك الاخوان قايمين بالدور ديالهم لا على مستوى المديريه ولا على مستوى هذا تيوجهوهم الناس ديال لا سي ان اس اس تيوجهوهم لغرفه الصناعه التقليديه ملي تيجيو تيلقاو انه الموظفين في الاستقبال ديالهم وتيشرحوا لهم وكاين اللي تيقتنع تيمشي تيقول لك فوالا انا صافي انا خصني نبقى في السجل الوطني ما يمكنش نشطب على راسي فهمتيني علاش حيت هو خدام وكما قلنا هذا الشيء راه يعني راه هو في الاول ولا الاخر راه هو في صالح الصناع التقليديين كاملين ولكن هذه المشاكل اللي ناتجه عليهم
هي اللي خاصه تحلوا هذه الاشكاليه. دابا الاهتمام بالموارد البشريه باش نخصموا اهتمام بالموارد البشريه خصو العكس على الصناعه التقليديه. واش كاين شي رواشه على الصناعه التقليديه على المستوى نهضروا ناخذوا غير مثال ديال الدار البيضاء. دابا حنا التجربه اللي عشنا ديال المعارض صراحه كانت في واحد الوقيته اللي هي ممتازه وديال شهر 8 يعني كلهم لا الوالديه ولا الجديده ولا المحمديه بارتصامات ديال الصناع التقليديين كلهم كانت عندهم ارتصامات يعني انهم كانوا راضيين على العمليه ديال المعارض ولا البرنامج ديال المعارض. وبرغم كانوا بعض الحوايج اللي كان يعني حتى المعارض داروا في واحد الظرف اللي هو وجيز يعني الا بغيتي تقول مثلا احنا صادقنا عليهم في شهر 7 في الاخر ديال شهر 7 وبداو في شهر 8. ونقدروا نقولوا بان الصناعه التقليديه على مستوى الجهه يعني بدات تتعافى تدريجيا من كوفيد. بالنسبه لا هو احنا ما غاديش نقولوا غير الصناعه التقليديه الحمد لله هذا العام كان اقبال كبير على مستوى الصيف كان واحد الرواج كبير حتى على مستوى رمضان يعني في الوقيته ديال رمضان كانوا احنا شفنا لاحظنا بعين مجرد انه انا بحكم تواجدي في المنطقه ديال الحبوس كان واحد الاقبال كبير على المنتوجات ديال الصناعه التقليديه وخصوصا في رمضان والتعافي من هذه العمليه تتخص العالم كامل ما تتخص غير الصناعه التقليديه يعني راه ملي تيتحرك الاقتصاد راه تينعكس على تينعكس على الجميع. الصناعه التقليديه راه اللي تيمشي لها هو اللي تيذوقها واللي تيعرف شنو هي الصناعه التقليديه هو اللي تيخسر عليها الفلوس هو اللي تياخذ المنتوجات ديالها وتتبقى واحد تقدر تكون الصناعه التقليديه ولكن بالنسبه لي غير شكليه ولكن كاينين الناس اللي هما ذوقه ديال الصناعه التقليديه تيقلبوا على الحاجه ديال الصناعه بالسميه والمسميات ديالها باش ياخذها ويحطها في البيت ديالها. سي عبد الكبير شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه فاسبريت الى اللقاء في حلقه جديده.